قالوا أن الكرامات متواترة في الجملة، متواترة على سبيل الجملة عن الصحابة وغيرهم، وإن كانت التفاصيل أحادا، لكن منها في البخاري، يعني في البخاري أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير كان إذا خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت لهما عصاة أحدهما بالنور يمشيان فيه، فإذا افترقا أضاءت عصا أحد منهم. هذا في البخاري، عباد بن بشر وأسيد ابن حضير. وأسيد إيه؟ ابن حضير. وأسيد ابن حضير ده اللي كان بيقرأ سورة الكهف ورأى الظلة فيها الملائكة كما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا كرامة، لأنه في العادة أن قارئ القرآن لا يرى شيئا، لكن كونه يعني يرى الظلة من الملائكة وفيها أمثال المصابيح، يعني هذا أمر خارق للعادة. قال له تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو أصبحت تقرأ لرآها الناس ما تتوارى منهم. في البخاري هذا الحديث، هذه كرامة لسيدنا وسيد بن حضير، كرامة أخرى غير كرامة تنوير العصا. لأنه بعض الجهلاء يقول أين كرامات الصحابة؟ لا، ده في واحد جمعها في كتاب كرامات الصحابة من كتب الصحاح من البخاري ومسلم وغيرهم. فالإنسان لا ينكر الكرامة، لأنها نوع من المعجزة ودليل على صدق الرسول، دليل على صدق الرسول، أن من تبعه بصدق أجر الله على يده فعلا مشابها لما يجريه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يسمى معجزة لأنه مقرون بالتحدي، يعجز الذين تحداهم أن يأتوا بمثله. أما طبعا الكرامة فهي غير مقرونة بالتحدي، وإنما هي من باب الإكرام ومن باب الفضل والتفضل على الصالحين. أسيد بن حضير، عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهم. وفي كتاب اسمه كرامات الصحابة، يعني أيوه نعم، كرامات الصحابة. وكجريان النيل بكتاب عمر، سيدنا عمر لما توقف النيل في زمنه أخبروه، أرسلوا إليه رسالة، فكتب كتابا إلى من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري بإذن الله فاجري، وإن كنت تجري من عندك فلا تجري. قال فوضعوها، رموها في النيل، ففاض النيل فيضانا عظيما في تلك السنة. هذه كرامة لسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، وذكرها الحافظ ابن الجوزي في مناقب الفاروق، له كتاب في مناقب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وذكرها المحب الطبري في الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة. هذه كرامة. وكرامة أخرى أيضا مشهورة ومعروفة، كرامة نداء سارية وهو في نهاوند من أرض فارس، وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دون الجبل والعدو سيأتي من خلفه ليقتله ولينتصر عليه وليضرب جيشه، فقطع الفاروق الخطبة وقال يا سارية الجبل الجبل، أو يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، يا سارية الجبل الجبل، من ترك الحزم زل. فسمع سارية صوت سيدنا عمر من المدينة إلى نهاوند من أرض فارس،
وانتصر سارية، سارية ابن زنيد انتصر في هذه المعركة رضي الله عنه. يعني طبعا السماع على بعد هذه المسافة، خلي بالك دي طبعا يعني آلاف الكيلومترات، يعني مش 100 ولا 200 ولا 500 ولا 1000، لا. أين أرض فارس من المدينة المنورة؟ لكن إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وكرامة أهل الكهف الذين يعني أنامهم الله 309 سنة ثم بعثهم، هذه كرامة لهم لأنهم صالحون، حتى الكلب التابع لهم يعني حفظ بحفظهم 309 سنة وما زال الكلب إيه كلما اطلع عليه أحد، ولذلك إيه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني بفناء الجبل أو الغار، يعني بفناء الغار الذي هم فيه، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولو ملئت منهم رعبة. ليه؟ الشعور طويلة والأظافر طويلة وكأنهم أحياء. فكون المولى يميتهم يعني هذه المسافة ثم يحييهم، هذه كرامة لهم خارقة للعادة، لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة، لكن هؤلاء بعثوا، فهذه كرامة لهم للدلالة على أن أصحاب الحق محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، هذا حفظ من الله تبارك وتعالى لهم، وهذه أيضا كرامة لأنهم ليسوا بأنبياء. عشان واحد يقول ما الدليل على الكرامة في القرآن، هذا كرامة السيدة مريم وكرامة أهل الكهف. وكرامة السيدة مريم اللي هي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لأن الراجح أن السيدة مريم ليست نبية، فيها خلاف طبعا، لكن الراجع عند جمهور أهل السنة أنها ليست نبية. فيعني جزع النخلة يعني بمعنى أن الرقبة مقطوعة، هذه معنى الجزع، أنت عارف الجزع، الرقبة مقطوعة، يبقى جزع من غير رأس. فهي طبعا لم ما فيش رأس أصلا، لا جريد ولا طلع ولا أي شيء يتسبب في إيه في وجود البلح أصلا، ما فيش ثمر. لكن شوف وهزي إليك، مجرد أن هزت النخلة تساقط الرطب، يعني رد الله إليها الحياة وجعل لها رأسا وجريدا وسباطات وشماريخ، وأثمرت رطبا، تساقط عليك رطبا جنيا، يعني ثمرة طرية تؤكل في الحال، وأجرى لها نهرا صغيرا تحتها. قد جعل ربك تحتك سرية، السري اللي هو النهر الصغير، فكلي واشربي، كلي من الثمر واشربي من السر. هذه أيضا إيه كرامة. وبعدين الكرامة دي للسيدة مريم، وإرهاص لسيدنا عيسى عليه السلام، إرهاص ده الأمر الخارق اللي يظهر على يد النبي قبل النبوة، قبل إيه قبل النبوة. يبقى هنا أمران مع بعضهم، كرامة للسيدة مريم
وإرهاص لسيدنا عيسى، لأن سيدنا عيسى جاء عن طريق خرق العادة، يعني ولد من أنثى فقط، والعادة أن يولد الناس من ذكر وأنثى، وده من طلاقة القدرة كما يقول فضيلة الشيخ الشعراوي، من طلاقة القدرة، حتى يعرفك الله بأن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فكما خلق سيدنا آدم من غير أب ولا أم، خلق السيدة حواء من غير أم، وخلق سيدنا عيسى من غير أب، وخلق سائر الناس من أب وأم، ليعرفك أن الله تعالى على كل شيء قدير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه، وهو هين عليه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، سبحانه وتعالى. هذه أدلة الكرامة فين؟ في القرآن، في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وهذا أمر كثير، يعني طبعا أدلة كثيرة جدا. يعني وقد كثرت الكرامات فيما بعد الصحابة والتابعين، يعني كرامات الصحابة والتابعين يعني كانت إيه؟ قليلة، موجودة لكنها إيه؟ كانت قليلة. هنا العلماء ذكروا يعني ذكروا العلة وقالوا: وقد كثرت الكرامات فيما بعد الصحابة والتابعين، ولا يلزم من ذلك فضل من بعدهم عليهم، يعني لا يلزم فضل اللاحق على السابق، لا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. قال: والعلة في ذلك، قال: لأن الكرامات من توابع المعجزات، فتؤكد الإيمان فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتقوية الأوائل من الصحابة والتابعين لهم كانوا مستغنين بنور النبوة، مستغنين بنور النبوة، يعني لأنهم رأوا نور النبوة، فإيمانهم قوي، إيمانهم قوي. وكذلك قرب التابعين وتابع التابعين من زمن الصحابة، يعني ما زال الإيمان قويا، وما زال نوره قويا، لم يخفت، بدليل الخيرية: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بخلاف غيرهم فكثرت على أيديهم الكرامات، كثرت على أيديهم الكرامات تقوية لقلوب أصحابهم ومعاصريهم ممن لم يبلغ رتبتهم. يبقى إذن الكرامات كثرت للتقوية، لتقوية القلوب ولتنوير القلوب. وقوله: المتحدى به قبل وقوعه، يعني الأمر الخارق للعادة المتحدى به قبل وقوعه، ده بالنسبة للمعجزة. يعني قال: خرج به الإرهاص، الإرهاص وهو ما يتقدم على البعثة تقوية لها وتأسيسا، كما حدث مع سيدنا عيسى عليه السلام لما كان أمره كله خارقا للعادة
خرقت العادة مع أمه من قبل، يعني مع أمه في بداية أمرها حينما كفلها سيدنا زكريا، ثم عند الحمل به، ثم قبل ولادته وبعد ولادته ونطقه في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. كل هذا إيه؟ إرهاص، لأنه لم ينبأ بعد، يعني لم يرسل. فكل هذه يسموها العلماء إيه؟ إرهاصات، نوع من الخارق للعادة يكون قبل النبوة تأسيسا لها وتقوية. نعم، يعني زي التقدمة، كالتقدمة لها، التقدمة للنبوة. وذلك كالنور الذي يظهر، كان يظهر في آبائه عليهم الصلاة والسلام، النور الذي كان يتنقل من أب إلى أب إلى أب حتى جاء إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنور الذي خرج معه ورأته أمه، حيث إنها رأت نورا أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، هذا إرهاص لنبوته صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أن دين الإسلام سيصل إلى هذه البلاد. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ورأت أمي حين وضعتني نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة من شرفاته، كل هذا إرهاص لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخمود نار فارس التي كان يعبدها أهل الوثنية من المجوس، كانوا يعبدون هذه النار ولم تخمد من 1000 عام، وخمدت نارها لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتظليل الغمام له صلى الله عليه وسلم وهو صبي أيضا، عند السيدة حليمة كان يسير معه الغمام حيث سار، هذه أيضا من الإرهاصات لنبوته صلى الله عليه وسلم. وتظليل الملائكة له كما رأته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، أن الملائكة كانت تظلله حين يمشي في حر مكة، وكان معها نسوة ده قبل أن تتزوج به السيدة خديجة، يعني رأت تظليل الملائكة له ومعها نسوة من قريش. ولذلك هنا طبعا العلماء قالوا الأمر الخارق إذا ظهر بعد النبوة يقال له معجزة، وإذا ظهر قبل النبوة يقال له إرهاص. إرهاص، ومعنى الإرهاص من الرهص، وهو أساس الحائط، يعني كأن الإرهاص تأسيس للنبوة، الرهص هو أساس الحائط، فمعنى إرهاص يعني تأسيس، تأسيس النبوة. و نعم، عرش بلقيس كان كرامة جاب عرش بلقيس كان كرامة
لوزير سيدنا سليمان وهو آصف ابن بلخيه. نعم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم نعم، ابن برخية، آصف ابن برخية. برخية هذه أيضا كرامة، ولذلك سيدنا سليمان كما قال شيخنا رضي الله عنه قال رد الكرامة إلى الله، قال إيه؟ هذا من فضل ربي، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني إتيان العرش الذي به 80 غرفة يأتي به من مملكة أرض اليمن، سبأ في أرض اليمن يأتي به إلى الشام، يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال قبل أن يرتد الطرف، يعني قبل تحريكة سواد العين. معنى قبل أن يرتد إليك طرفك يعني أنت تنظر يمينا بسواد عينك، حين يتحرك إلى اليسار هذا رد الطرف، هذا رد الطرف، يعني مجرد أن ينظر هنا ينظر ها هنا، يعني كأنه كان ينظر جهة اليمين فلما نظر جهة اليسار رأى. ولذلك عبر بالفاء التي تفيد التعقيب، لم يعبر بثم التي تفيد التراخي كما يقول أهل العربية. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، رد الكرامة إلى الله. والعلماء قالوا هذا دليل على أن الله تعالى يبتلي بالخير والشر، يعني حتى النعم من ضمن البلاء، من ضمن إيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والسقوط في الخير في الابتلاء بالخير أكثر من السقوط في الابتلاء بالإيه؟ بالشر والمصائب، لأن طبعا هنا الابتلاء خفي، الابتلاء بالنعم خفي، يشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم، لكن الابتلاء بالمصائب والبلايا يعني بيرد الإنسان إلى الله، يخليه يتذكر ويقول يا رب يا رب. لكن هنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال وإن ظهر الأمر الخارق من الولي فهو كرامة، وإن ظهر من مستور الحال فهو معونة. مستور الحال يعني اللي بيحافظ على الفرائض ويجتنب الكبائر يقال له مستور الحال. حصل أمر خارق له يقال له معونة، لا يقال له كرامة وإنما يقال له معونة. أما الفاسق يكون استدراجا، زي الحشاش لما يخش قضية ويقول يا رب البراءة يا رب البراءة، القاضي يديه براءة، يقول شايف هذا استدراج، لا تغتر يعني بسرعة الإجابة. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، استجاب لي في الحال. فهذا شبه إبليس، لما يكون واحد يعني فاسق ويدعو الله مثلا بشيء وفي الحال يجابه يبقى إيه؟ كرامة ولا معونة؟ لا، هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خلي بالك لأن بعض الناس يغتر، يبقى فاسق ويلاقي الدعوة مستجابة يقول أنا مستقيم، ويظل في إيه؟ في هرجه والعياذ بالله.
ولذلك قالوا ومن فاسق فاستدراج، إن وافق مراده وإن خالف مراده فهو إهانة. يعني مثلا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقال أنا عندي معجزة. إيه المعجزة؟ مثلا أنا هدفل في عين الأعور دي تسلم، فتفل في عين الأعور فعميت السليمة. أيوه خلاص خلاص، أمر خارق للعادة لكن إهانة. ومسح على يدي صبي فتقرع وسقط شعره، أمر خارق للعادة لكنه إيه؟ إهانة. وتفل في بئر تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فغار ماؤها، بدل من يفور كما فرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغار ماؤها. أمور خارق العادة لكنها إيه؟ لكنها يعني عكسية، بدل قال إهانة، يبقى في أمر خارق لكنه إيه؟ إهانة. خلاص لسه لسه نعم. أما السحر طبعا والشعوذة هو يعني خارق للعادة لكن يمكن الإتيان بمثله، لأنه يمكن تعلمه. السحر يمكن تعلمه، فده طبعا لا يدخل في خرق العادة. بعض العلماء عده في خرق العادة، ولكن الصواب أنه إيه؟ ليس خارقا للعادة، وإنما هي قواعد تعلم فيصير الرجل بها ساحرا. يعني يمكن أن يأتي بمثل إيه؟ هذا الفعل. وإنما كان مستغربا، قالوا إنما كان مستغربا للجهل بقواعده، للجهل بقواعده لا يعرفه أحد. ثم بعد ذلك يعني ذكر الشيخ طبعا المعجزات، وضرب مثلا بانشقاق القمر فرقتين كما شرحناها، وأنها في القرآن. ومن ثم قال العلماء من أنكر انشقاق القمر كفر، لأنه كذب بالقرآن، كذب بخبر الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فيكون كافرا. حتى في العلم الحديث وفي الإعجاز النبوي، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، يعني قيل إن من وصلوا إلى القمر يعني رأوا أثر الانشقاق، رأوا أثر الانشقاق. لكن طبعا كما قال الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ألا لعنة الله على الظالمين. وكلام الضب لرسول الله كلام الحيوان، الحيوان لا يتكلم، لكن الله الذي أنطق كل شيء أنطقه، فهو القادر على أن ينطقه سبحانه وتعالى. يعني والحديث وإن كان ضعيفا لكنه إيه؟ مقبول في يعني في فضائل الأعمال وفي الفضائل على وجه العموم. يعني نعم، ده في البخاري، في البخاري إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله. وإلى الآن في مكة زقاق اسمه زقاق الحجر،
سمي بزقاق الحجر لأنه كان في الحائط الذي فيه الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع سلام السلام عليك يا رسول الله كلما مر على الحجر قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالضب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محفل إذ جاء عربي من بني سليم قد صاد ضبا جعله في كمه. الضب ده حيوان يشبه البرص بس كبير يصيدونه ويأكلونه غير الورل. لا الضب غير الورل هو شبه البرص أنا رأيته في مكة هو شبه البرص تماما وكان العرب يأكلونه لكن ليس في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بأرض قومي فأرى نفسي تعافه لما جيء له وهو مشوي فاجتره سيدنا خالد بن الوليد وأكله. قال له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا. فاجتره سيدنا خالد وأكله خالد بن الوليد.